عايزين نعرف يعني ايه كيس على المبيض، يعني ايه الفرق بينهم؟ لان الاسامي قريبه كتير من بعض، وفي كتير يقول لك انا مش عارف يعني هل المشكله عندي تكيسات المبايض ولا كيس على المبيض، ايه الفرق بينهم يا دكتور؟ طيب انا استاذن لو يعني مخرج يساعدنا ننزل في صور للكيس وللتكيسات عشان احنا بنشرح بس يبقى الجمهور تمام او المشاهدين يبقوا عارفين. نشرح لحد التكيسات احنا قلنا هو المبيض فيه براعم بويضات كتيره، مليان براعم بويضات كتيره زي ما قلنا كده، كيس ومليان بلي كتير. طيب ده تكيسات، ده اللي طلع على الصوره ده كيس. ده كيس، ده حاجه واحده. المبيض اللي فوق المكتوب عليه المبيض ده الفاتح اللي فوق المبيض، لكن تخيل الكيس ده هو كيس واحد بس، عباره عن كيس واحد بس طالع من المبيض، ممكن حجمه يوصل اكتر من المبيض. حجمه يوصل اكتر من المبيض، احنا في اكياس بتوصل 3 و4 و10 اضعاف المبيض. يعني كنت عامل كيس قريب 14 سنتي، يعني قد مثلا بتكبر يا دكتور، ولا هو بيبقى يعني بيوجد كبير على طول، مش بيبقى ليه اسباب؟ لا ما بيوجدش كبير، العكس، هو بيبقى زيه زي البويضه، بيبتدي يكبر مع الوقت لغايه ما يوصل. في احجام بتوصل كتير، في احجام بتوصل قد الكره الصغيره او قد البطيخه الصغيره. تمام. المهاره بقى في القصه ان ازاي ان احنا نعالج التكيسات ده او نعالج الكيس ده من غير ما نضر المبيض ده. من غير ما ده الفرق بين التكيس والكيس. ادي التكيس، الدوائر الصغيره الكتير، البلي الصغير ده الكتير ده التكيس اللي هي البويضات الصغيره المتخزنه جوه المبيض. تمام. الكيس هو كيس واحد اللي هو باين ده في الناحيه يمين، ده التكيسات، شمال ده الكيس. اظن مع الصوره الناس كده ابتدت ايه يفهموا ايه موضوع الفرق بين الكيس وبين التكيس. تمام.